خير. أهلا بكم في أجمل الأراضي، أجمل الأماكن، أجمل المهرجانات، أجمل الفعاليات، أجمل الحضور، حضور بالقرن وحضور أهالي سبت العلاية. نبغى نسمع أقوى تحية لكم أنتم يا جمهور، حياكم الله معنا في الليلة الأخيرة من ليالي فعاليات مهرجان بالقرن للتسوق والترفيه، واللي تنظيمه لكم مؤسسة مسافر عبر الزمن لتنظيم الفعاليات والمهرجانات. نبغى نسمع أقوى تحية لمنظمين هذا المهرجان، يستاهلون تحية قوية. إذن نجوم قناة أطفال ومواهب معكم في هذه الليلة، الليلة الأخيرة من فعاليات قناة أطفال ومواهب. هنا نختتم فيها الجولة الأولى من طبعا عدة مدن قدمنا فيها فعالياتنا، وها نحن نختتم هذه الليلة لفاصل 10 أيام، ومن ثم نعاود ونتجول في ربوع المملكة العربية السعودية ومدنها ومحافظاتها ومصايفها لنرسم الابتسامة على وجوهكم، ومحياكم أنتم يا جمهورنا الغالي، جمهور أطفال ومواهب. أهلا بكل من انضم إلينا ويشاهدنا عبر شاشة كل الأطفال، شاشة قناة أطفال ومواهب الفضائية، ويشاهدوننا على الهواء مباشرة وعبر أثير شاشة كل الأطفال. نحييكم ونرحب فيكم ونقول لكم يا هلا ومرحبا فيكم في مهرجان بالقرن للتسوق والترفيه. يلا نبدأ، جاهزين؟ ما أسمع، نايمين يا جمهور؟ جاهزين؟ حلو، ممتازين. كم هذا؟ طيب ايش رايكم تعدون معي الى 10 بصوت عالي؟ يلا كلنا مع بعض بنشوف صوت الاولاد اقوى ولا صوت البنات. يلا نبدا، يلا عم سمعوني. حلو، اعلى. 5 6 يا سلام عليكم، ممتازين ممتازين. بكر مهندسنا الصوت راح يسمعنا طبعا انشوده كذا جميله حماسيه، راح كلنا نصفق مع بعض بصوت عالي فيها، وهي انشوده من اناشيد قناه اطفال ومواهب. عطنا هذه هله سنتها حلوه، ونبغى الجمهور يصفق معنا. تعرفون صفقه الانشوده؟ تعرفونها؟ يلا خلونا نجرب. يلا 1 2 3 فوق، يلا هلت سنتها السابعة، بدت بطلة رائعة للعالمية طالعة، تصفيق يلا نسمع. هلت سنتها السابعة، بدت بطلة رائعة للعالمية طالعة، تصفيق يلا نسمع. يلا سمعوني فوق. أطفال ومواهب، أطفال ومواهب، أصبح هدف عالمي والناس حبتها، توسعت وحافظت على أصالتها، أصبح هدف عالمي. أعلى يلا حماس فوق، يلا توسعت وحافظت على أصالتها، إلى الطفولة كلها توصل رسالتها، تصفيق يلا. هلت سنتها السابعة، هلت سنتها السابعة، جميل. بكر إذن مع بعض أيضا مع هالترحيب ومع البداية على طول ما نتأخر على الجمهور، ونرحب مع بعض بصوت عالي بزهرات قناة أطفال ومواهب الفضائية. نبغى نسمع لهم أقوى تحية، سمعني تحية. أقوى تحية لوفاء وفاطمة وسام وخديجة ورفيف، وأيضا الجوري، وأيضا جميع الزهرات حلا وغلا وحنين، وكلهم نبغى نسمع لهم أقوى تحية. سمعني تحية قوية للزهرات، أعطوني تحية. أطفال ومواهب الفضائية، إذا نترككم مع خطوة خطوة. خطوة خطوة والأمان يتم.
التحية، نسمع أقوى التحية، صلوا عليه وسلموا عليه الصلاة والسلام. الجمهور إلى الآن حسوا نايم، ليش نايمين يا جمهور؟ ها؟ ليش نايمين؟ الله خلقنا آدم وحواء وأيضا أنشودة من أناشيد أطفال ومواهب بعنوان آدم وحواء. من ينشدها؟ من اللي جنبي؟ اللي جنبي هذه مين؟ من النجمة هذه الحلوة؟ فاطمة. نبغى نسمع أقوى تحية لفاطمة، أعطني تحية قوية. راح تجيب لنا كذا أنشودة جميلة عن آدم وحواء، لكن نبغى معاه حماس وصفقة، لأنكم الآن أنتم على الهواء مباشرة، وأيضا في لقطات للجمهور تبين حماس الجمهور وكيف الجمهور متحمس معنا. متحمسين ولا مو متحمسين؟ تبغون نكمل ولا نوقف؟ ما أسمع، نكمل ولا نوقف؟ يلا خلوكم مع فاطمة هزازي مع آدم وحواء، لكن نبغى معها صفقة. اتفقنا؟ حلوين يا جمهور، يلا آدم وحواء. آدم أبونا ومنا حواء، مهما اختلفنا ألسنا والوان، الدنيا عند الله ما تسوى، والفرق بالتقوى وبالإيمان. يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا، إنساننا واهتم بالإنسان. ايوه تعالي يا ماما، تعالي يا حبيبتي، تعالي شاطره يا اموره. ايوه طبعا نذكر لسه عندكم فرصه اللي حاب يتصور وايضا حاب يشتري العطر وايضا الزيت، للحين متوفرين موجودين، وايضا حتى بعد ما نبدا العرض ونخلص قبل ما نغادر ارض المهرجان راح نعطي فرصه ايضا للجمهور اللي حاب يتصور، للي ما حالف الحظ وما قدر يوصل للتصوير يقدر يتصور معنا او يتصور مع الزهرات بعد ما ينتهي ما تنتهي فعالياتنا. طبعا نذكر الليله هي الليله الاخيره لفعاليات قناه اطفال ومواهب هنا على هذا المسرح، مسرح مهرجان بلقرن للتسوق والترفيه. يا سلام، ممتازين جدا. طيب نبغى نسمع اقوى تحيه للبنوتات، سمعني تحيه قويه ما شاء الله. طيب نبغى نرفع فوق الصوره، يلا نرفع فوق صوره. ايوه فوق، يا سلام، حلو حلو. ايضا العطر الزيت ما شاء الله، ممتازين ممتازين. طيب راح يتحمسون معنا بالانشود هذه الجمهور واللي وقفات معنا. انتم لكم طبعا بعد شوي مسابقه، بنلعب معكم مسابقه، انتم دامكم انتم موجودين معي على المسرح البنوتات راح تلعبون معي مسابقه باذن الله. يلا نعيد مره ثانيه الانشود الجميله اللي تصوروا يطلعون على المسرح. ايوه البنوتات هذول خلوا يطلعون على المسرح، تفضلوا. لا من هناك، من هناك يا ماما الدرج،
أيوة شوي شوي. حلو ممتاز. أوه البنوتات الزهرات وصلوا. يلا نبدأ مع أنشودة يا حلاكم. خلوا الزهرات يطلعون معنا على المسرح يلا وينشدون معنا النشيد. يلا أنشودة يا حلاكم دام وصلوا ما نردهم. يلا 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 فوق يلا صف يلا معنا فوق يلا يلا بنات تفضلوا يلا الزهرات أعلى فوق. يا أولاد هلا هلا يا بنيات هلا هلا يا أولاد هلا هلا يا بنيات هلا هلا يا حلوين هلا هلا يا زينين هلا هلا يا حلوين يا زينين هلا هلا يا حلاكم يا حلاكم يا حليمنا معاكم يا حلاكم يا حلاكم يا حلا بسمة شفاكم. إذن أهلا وسهلا بكم مع نجوم قناة أطفال ومواهب الفضائية. هؤلاء الزهرات وهؤلاء النجمات. الزهرات والنجمات تصوروا مع بعض وجابوا لنا هالنتائج الجميلة والرائعة في هالإخراج الجميل والذي يحمل شعار قناة أطفال ومواهب صورة بدقة احترافية مع الزهرات. نحيي كل من هو يشاهدنا الآن عبر أثير قناة أطفال ومواهب الفضائية. نبغى ناخذ شكر لهم أول شيء للبنات اللي صوروا. نبغى نسمع لهم تحية قوية. سمعني تحية قوية. يا سلام يعطيكم العافية. يلا الآن تفضلوا استريحوا. خلاص ننزل شوي شوي مع الدرج. يعطيهم العافية هذول اللي طبعا صوروا مع الزهرات وأخذوا صورة كذا جميلة تذكارية. وهذه جاتنا متأخرة شوي الشطورة كانت ما شاء الله معها العطر ونأخذ لها أيضا صورة تذكارية مع أستاذ إبراهيم على الهواء مباشرة إنها أخذت عطر النجمة خديجة. عندنا شطورة واحدة واقفة لحالها للحين ما استوعبت ما شاء الله. يعطيك العافية أمورة شطورة شكرا لكم. وهذه صورة مع أستاذ إبراهيم أيضا على الهواء مباشرة. نحييكم عبر أثير وشاشة كل الأطفال شاشة أطفال ومواهب. الله صغار ربي يحفظهم من كل حاسد أو عين. شكرا لكم. يلا يعطيكم العافية بنات تفضلوا استريحوا. يلا نبدأ مسابقة مع البنات المتحمسات. ما شاء الله صراحة أشوف البنات متحمسات أكثر من الأولاد فبخلي مسابقة لفريق البنات. أبختار شوفوا بختار 25 بنت. الله ما شاء الله استنستوا ها. لكن اللي تكون مؤدبة وجالسة وتسمع الكلام وما تقول أنا وترفع خشمة يدها قصدي عشان تشارك معي أبختارها. يلا من اللي بغي يشارك معي من البنات؟ يلا خلونا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بس اللي اختارها ايوه جميل. يلا الاستاذ ابراهيم والاستاذ يحيى هم اللي راح يختاروا لي 25 بنت جالسه مؤدبه 25. بس اللي بيفوزون اثنين منهم تخيلوا بنسوي تصفيه شامله. طبعا نذكر جمهورنا الكريم ومن يشاهدنا عبر قناه اطفال ومواهب على الهواء مباشره اللي ما حضر الفعاليات والمهرجان يحضر. لسه المهرجان طبعا فعاليات اطفال ومواهب فقط انتهت اليوم هنا في مهرجان محافظه بلقرن. لكن المهرجان مستمر. مهرجان التسوق مستمر في محافظه بلقرن. هذا المهرجان الرائع والتي تنظم لكم مؤسسه مسافر عبر الزمن لتنظيم الفعاليات والمهرجانات. يا سلام لا تختاروا لي صغار مرة أستاذ إبراهيم عشان ما يطيحون علينا. المسابقة تخص الكبار شوية يعني اللي بصف رابع خامس. أيوه زي هذولا بس هذا صغير مرة. أيوه يطلعوا فوق. أيوه تعالوا ما أدري ليش وقفوا تحت. خلنا نعد دقيقة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 و20. بنات في صف في خط هنا اوه توقفون على الخط هذا. يلا كلكم على خط واحد.
ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. نبغى نسمع اقوى تحيه لبنياتنا، سمعوني تحيه قويه. يا حلاكم يا حلاكم يا حلا بسمه شفاكم. حي الله الامور. لا 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 تطيح علي هذه. ايوه روحوا كذا روحوا كذا شويه. ايوه يا سلام. بس بس خلاص ايوه خلاص في مساحه. ممتاز جدا. خلونا نتعرف على البنوتات اللي معنا. اي واحده اي واحده بحط الميكروفون عند فمها ابغاها تقول اسمها والصف اللي تدرس فيه او نجحت لاي صف او راحت لاي صف. جميل. يلا شو اسمك؟ داري. سكر لي الصوت مهندس الصوت وارفع لي صوت المايك. ارفع لي صوت المايك للاموره. شو اسمك؟ داري. ما يدرون تدرون؟ تقول دارين. انتم دارين؟ لا ما يدرون. ايش اسمك؟ داري. دارين انتم؟ ما يدرون. انا ما ادري. طيب علميني انا شو اسمك؟ داري. يا بنت الحلال والله ما نحن ما ندري. انت شو اسمك؟ دارين. معاند تقول الا دارين. انتم دارين؟ ما يدرون. شو اسمك؟ داري. امزح امزح. داري اسمها دارين. نسمع اقوى تحيه لدارين. اعطني تحيه. حلو. دارين اي صف؟ اول. اول. وانتي؟ هيفاء. اي صف؟ طالع خامس. طالع خامس. متى طلعتي؟ انت تقولين طالع خامس. متى طلعتي؟ السنه الجايه. السنه الجايه تطلعين؟ تقولي بطلع خامس. تطلعين خامس؟ ايوه. متى؟ السنه الجايه. قولي ان شاء الله. ان شاء الله. تطلعين بالسلم ولا السنصير؟ لا امزح امزح. شو اسمك؟ لين. ها؟ لين. لين اي صف؟ طالع سادس. حلو. وانتي؟ تسنيم. اي صف؟ طالع رابع. يا سلام. وانتي؟ وتي. اي صف؟ اول. حلو. وانتي؟ رويدا. اي صف؟ اول. حلو. وانتي؟ سارة. اي صف؟ طالع سادس. حلو. وانتي؟ رنا. اي صف؟ خامس. وانتي؟ جيهان. اي صف؟ طالع ثاني. وانتي؟ اثير. اي صف؟ خامس. حلو. وانتي؟ اريج. ها؟ اريج. اريج. اي صف؟ صف اول. حلو. وانتي؟ مريم. اي صف؟ صف اولى. والجميله؟ ريم. اي صف؟ رابع. وانتي؟ مياس. اي صف؟ طالع رابع. حلو. وانتي؟ ريتاج. اي صف؟ طالع سادس. حلو. وانتي؟ وداد. اي صف؟ طالع بالمتوسط. حلو. ها؟ لينا. ها؟ لينا. لينا ولا دينا؟ لينا. لينا. اي صف؟ رابع. ها؟ لارين. ها؟ لارين. لارين. اي صف؟ ثالث. حلو. وتي. اي صف؟ طالع خامس. يا سلام. رهف. اي صف؟ طالع خامس. ها؟ فاطمة طالع. ها؟ فاطمة طالع صف خامس. يا سلام. ها؟ احسان طالع صف خامس. تعبت ما خلصوا ذولا. اي باقي. ها؟ احسان طالع صف خامس. ها؟ لين طالع صف رابع. يا سلام. راما. دراما؟ راما. راما اي صف؟ طالع ثاني. ها؟ اسمي نرجس. ها؟ اسمي نرجس. نجلس. وين نجلس؟ نرجس. نرجس. اي صف؟ اول. ها؟ فرح. اي صف؟ طالع ثالث. وانتي؟ سماح. ها؟ سماح. سماح الله يسامحنا وياك. اي صف؟ طالع رابع. وانتي؟ لعنة. اي صف؟ اولى. وانتي اخر واحدة العنقود؟ حنين. شو اسمك؟ حنين. حنين. اي صف؟ روضة. يا سلام. نسمع اقوى تحية لفريق البنات. سمعني تحية قوية. حنين تعالي ابغاك شوي. تعالي 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 عندي. تعالي عندي. انت لحالك انت لحالك قص لحالك. حنين تروحي المدرسة؟ ايوه. اي صف؟ خامس ولا سادس؟ سادس. ما شاء الله تبارك الله. صف سادس. حنين حنين بصف سادس؟ ايوه. حنين تعالي بعطيك كلمتين، اذا قلتيها خمس مرات اعطيك هديتين. طيب؟ ايوه. ها؟ ايوه. طيب حبيبتي انا هنا مو هناك. نظريني انا هنا 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 انا هنا. الو السلام عليكم. الو حنين هنا هنا. ايوه حنين ابغاك تقولين قوطي نيدو. حنين قولي قوطي. غصت. ها؟ لا لا. طيب شكرا. نسمع لنا تحيه قويه. اعطوها جائزه تستاهل اعطيها. ايوه وين هديتها؟ هنا. ايوه تعال يقول لك عند الاستاذ يحيى يقول لها في هنا طلبيه خاصه. نسمع اقوى تحيه الحنين. اعطني تحيه قويه. ما شاء الله تبارك الله. انتم جيتوا زياده قبل شيء ما كنتوا موجودين صح؟ ما كانوا موجودين صح؟ ايوه ما شاء الله مطقمين ما شاء الله فريق كامل حال هذولا. شو اسمك؟ ليندا. ها؟ ليندا. مرندا. اسمك مرندا؟ ايه. وانت وش حمضيات؟ سميلاتي. ها؟
لاتين. لاتين، نسمع أقوى تحية ليندا ولاتين، أعطني تحية. طيب عندي مسابقة جميلة جدا، حلو؟ راح نسمع أنشودة حلوة. تخيلوا يا بنات أنكم أنتوا في حوش بيتكم، حلو؟ كل واحدة تلعب كأنها تلعب في حوش بيتها، اللي تسرح شعرها واللي تتمشى واللي تتمشك، فهمتوا؟ أنا أقول لكم رقم، مثلا أقول رقم واحد، كل واحدة تصير الحالة. إذا قلت اثنين كل اثنين يضمون بعض بسرعة، إذا قلت ثلاثة كل ثلاثة يسوون دائرة، إذا قلت خمسة كل خمسة يسوون دائرة. بس اللي أعطيهم الرقم لازم يطبقونه، اللي ما حيسوي نفس الرقم حيطلع برا اللعبة. اتفقنا؟ نسوي تيست. يلا نسمع أنشودة جميلة ونباهكم. يلا حركة، كل واحدة الحالة، ما حد له دخل في أحد، ما حد له دخل في أحد، كل واحد يلعب الحالة. يلا واحد اثنين ثلاجة ثلاثة، يلا بسرعة، يلا دورك هنا قدامي، يلا صفقوا معي جمهور، يلا صفقوا معي، يلا حلو، يا سلام يا أولاد يا بنيا. يلا رقم اثنين اثنين بسرعة اثنين، ايوه يا سلام. الله، فيلم هندي هو. لا لا، امسكوا يدين بعض، بس قلت امسكوا يدين بعض، ايوه اليدين الثنتين يمين ويسار يمين ويسار. يلا خالاتي ايش تسوون انتم؟ قلت كل واحده ماسكه يد الثانيه يمين ويسار، اليدين مع بعض، اليمين مع اليمين واليسار مع اليسار. يلا ايوه كذا، يا سلام. فاطمه معاها، يلا ايوه يد الثانيه بعد يد، ايوه كذا، ايوه يا سلام. لا انت وين؟ انت مو معهم في الطاسه كلها. هذه الحاله بقت ثنتين 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 ثنتين، هذه اخر واحده. نسمع لها تحيه قوي، اعطني تحيه، يلا جسم مكانك، شكرا لك. يلا نكمل، واحد يلا واحد 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 يا ابن بسرعه، اربعه يلا بسرعه، اربعه اربعه. لا لا بدون مضاربات يا بنات، احنا قلنا نلعب، ما قلنا نمحط شعر، ما قلنا نسحب شعور، لا تتضاربون. اربعه قلنا، اربعه بسرعه، ايوه كل اربعه، يلا هنا هنا يا سلام، هنا صاروا أربعة أربعة أربعة، وينكم هنا؟ تون 16 واحدة هنا، أربعة قلت أنا، أربعة يلا بسرعة. هناك أربعة ما شاء الله، أربعة أخوات مطقمات هناك لحالهم ما شاء الله. تعالوا الثنتين، يعطيكم العافية، مع السلامة. نسمع لهم تحية قوي، يعطوني تحية مطقمات، تعالوا قدام، تعالوا قدام أنتم الأربعة، الأربعة كلكم، أيوة تعالوا تعالوا تعالوا، أيوة تعالوا، ما شاء الله تبارك الله، هذا فريق أطفال المواهب القادم إن شاء الله. حلو يا سلام، واحد ثلاثة بسرعة، ثلاثة يلا ثلاثة بسرعة، ثلاثة يلا ها، والله اسحبوا على الصغيرة. طيب نسمع أقوى تحية، يلا اجلس مكانك يا ماما، يلا حلو ايوه، يلا واحد خمسة يلا بسرعة، خمسة خمسة يلا. وذولا ذولا 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 الأولاد الغالين، خمسة يا حلوهم يا حلوهم يا حلوهم مجتمعين، حلو بسرعة، خمسة قلت خمسة بسرعة، خمسة هنا، خمسة ممتاز، هنا خمسة بسرعة قلت خمسة، خمسة يلا أيوة ها هنا خمسة، يلا تعالي شطورة، تعالي دارين، تعالي يلا يعطيك العافية، وانتي صغيرة مع السلامة، يلا ممتاز، يلا واحد واحد بسرعة، حلو ممتازين، سبعة يا ويلكم، ها خلنا نورطهم شوي، ها سبعة بسرعة، ما شاء الله أستاذ إبراهيم تعد عيالك أنت، ها ها بسرعة بسرعة بسرعة، ما شاء الله، سبعة وين السبعة؟ أبغى أشوف السبعة وين، عادي إذا كانوا زيادة طلعهم كلهم بسرعة، سبعة بسرعة، بعد إلا ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، دقيقة وين السبعة؟ خلني أشوف وين السبعة، خلاص يعطيكم العافية، خلني نعدهم كم، دقيقة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، كلكم برا مع السلامة. اسمع لهم تحية قوي، يعطوني تحية، قايل لكم من أول انتبهوا، كم صاروا معنا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، حلو يلا واحد بسرعة، واحد واحد ثمانية، هذولا مع السلامة، لا لا هذه توها داخلة معهم في القطة، قالت بتقط وعيوا عليها ولا خلاها تقط، نسامحهم نسامحهم، يلا ثلاثة ثلاثة بسرعة، ثلاثة ثلاثة يخلي من رباهم ثلاثة
كذا انتوا ثلاثة؟ والله انت شاطرة في الرياضيات انت. ها بسرعة ثلاثة. ايوه كذا يا سلام حلو ممتازين. واحد خمسة بسرعة يلا خمسة. صغار ما احلاهم تصفية شاملة. يخلي من ربهم. حلو خمسة خمسة واحد ايوه خمسة ممتازين. واحد بسرعة ثمانية بسرعة يلا. ايوه ثمانية بسرعة كم صاروا هنا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ثمانية واحد اثنين ثلاثة سبعة كلكم مع السلامة. تصفية شاملة حلو. تخفيضات 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 حلو يا سلام. من 25 سبحان الله بقدرة قادر صاروا باقوا ثمانية. واحد أربعة بسرعة يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شوي شوي لا تاكلينها اصبري بتموت بتموت البنت. انتم أربعة طيب انتم أربعة وأربعة ايش فيكم؟ يا بنت ايش متعشي انت؟ يا بنيات واحد بسرعة يا أولاد ثلاثة بسرعة ثلاثة يا بنيات يا حلوين. مع السلامة كلكم يلا الكبيرة والصغيرة مع السلامة. خلاص اجلس يا ماما شكرا لك. حلو واحد يا حلاكم يا حلاكم يا حليمنا معاكم يلا خمسة بسرعة. هذه آخر واحدة دخلت يلا مع السلامة. واحد ثلاثة بسرعة. أنا قلت ثلاثة خلاص يلا شكرا لك يعطيك العافية شكرا لك. يلا واحد بسرعة اثنين بسرعة. وين وين رايح هنا؟ وفازوا معنا على أمور تنس مع التحية قاطري تحية لا ليلى لا ليلى. يعطيكم العافية. الشطورتين يستاهلون أحلى هديتين مقدمة من إدارة المهرجان. إذن مع بعض بعد ما خلصنا هالمسابقة مع هالبنات الجميلات الرائعات نرحب بالبنات اللي هم الزهرات زهرات نجمات أطفال ومواهب. نسمع أقوى تحية للزهرات. سمعني تحية قوية أعطني تحية قوية. صدقة طيب على ما يجون الزهرات أذكر بأن الفعاليات مستمرة لنجوم قناة أطفال ومواهب وليس هنا وإنما في مدن أخرى ولكن المهرجان هذا مستمر للجمهور الكريم ويستقبل الجمهور الكريم يومياً يومياً يستقبل الجمهور الكريم مهرجان محافظة بلقرن والتي تنظمه لكم مؤسسة مسافر عبر الزمن لتنظيم الفعاليات والمهرجانات. نبغى نسمع لهم أقوى تحية مرة أخرى. سمعني تحية. إذا نستقبلكم كل يوم لا تحسبون أنه خلاص انتهت الفعاليات لا نستقبل ومفتوح البوابات للجمهور يومياً وللزوار الكرام لمن يأتينا هنا في هذا المهرجان الرائع. نرحب بالزهرات سمعوني أقوى تحية. أطفال ومواهب نحن كلماتنا نقها نحن نجدو حتى يقف الزمن يتمايل فرحا وسرورا. أطفال ومواهب نحن كلماتنا نقها نحن نجدو حتى يقف الزمن يتمايل فرحا وسرورا. الله الله حنا بالحماس متحمسين ونزيد دخول الزهرات حماس واللي حيزيدها أكثر جميلتنا الرائعة الجوري بأنشودتها الرائعة ذات الصفقة المتميزة بأنشودتها اللي هي بعنوان هلت سنتها السابعة من أجمل الأناشيد التي قدمتها الجوري في السنوية السابعة لقناة أطفال ومواهب. وين الجوري؟ وين الجوري؟ لسه لسه قاعد تاكل هناك داخل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قلت وين قاعد تدور هنا؟ وش تسوين هناك؟ تشدين من تحت؟ ها؟ طيب حلو. اذا مع الجوري وهلت سنتها السابعه. تعرفون صفقتها؟ تعرفون صفقه الانشوده؟ خلونا نسوي بروفا. اعطني بروفا حتى الزهرات يصفقون معنا. اعطني بروفا لها. يلا بنشوف الجمهور فاهمين ولا مش فاهمين وخاصه البنات والاولاد. يلا سمعنا صفقه يلا. يا جوري معي فوق جوري العالمية طالعة تصفيق يلا نسمع هلت سنتها السابعة
ممتاز 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 يا بكر، يعطيك العافية. ثلاث صفقات تحت، صفقتين فوق، صح؟ حلو. شوفوا شوفوا خديجة كيف. خديجة مرة ثانية، 2 3 4 5 6 لا لا اثنتين بس. حلو. إذا مع هلة سنتها السابعة ومع الجوري نسمع تحية قوية للجوري. أعطني تحية. جو. هلت سنتها السابعة بدت بطلة رايعة للعالمية طالعة تصفيق يلا نسمع. هلت سنتها السابعة بدت بطلة رايعة للعالمية طالعة تصفيق يلا نسمع. أطفال ومواهب متواصلين معكم جمهورنا الكريم مع جمهورنا الرائع ومن الأناشيد الجميلة للنجمة حنين والجديدة والتي اشتهرت باسم قناتي الغالية. تعرفون الأنشودة؟ ما أسمع. تعرفونها؟ إذن مع النجمة حنين وعنوان جميل ورائع باسم قناتي الغالية اللي هي قناة أطفال ومواهب. يلا خلونا مع حنين، يلا نبدأ. جو. لكل حب مني بحسن
وين التحية؟ نسمع أقوى تحية يا جمهور لحنين الشنيني بأنشودة بعنوان قناتي الغالية سنة ورا سنة. تعرفون الأنشودة هذه الجميلة؟ خلونا نستذكرها مع بعض بصوت عالي ومع الزهرات باستعراضها الجميل وباستعراضها الرائع سنة ورا سنة. يلا خلونا نشوف هالاستعراض الجميل مع زهرات أطفال ومواهب. قبل البداية تعليمات من قائدة الفرقة للزهرات والترتيبات لهذا الاستعراض. يا سلام الله عليك يا خديجة. يلا إذن سنة وراء سنة جو. عزنا يا وطننا من الأناشيد الوطنية الجميلة التي تقدمها لكم قناة أطفال ومواهب بزهراتها الجميلات المبدعات بأدائهن واستعراضهن
إذن استعراض على أنشودة عزنا يا وطننا. طبعا ينشدها الأستاذ إبراهيم أبو جبل ومعه الزهرات بأنشودة عزنا يا وطننا. دام عزك يا وطن. يلا فوق يلا معايا. يا لا يا لا يا لا فوق. الأجمل الأغلى نشدنك وطننا ودارنا الأغلى. كل صوت إلك يا الغالي يهتف لك نشيدي وألحاني وموالي. المواهب فيك ادعي رب السماء طول الزمان يحمي. نفتخر اننا اهلك ونمشي فيك كلنا مثل نخل راسنا عالي. من حنانك ومن شمسك تدفينا من مواهب وأمجادك تغنينا يا غلا روحنا يا كل الأمالي. تحية نسمع قوة تحية طولي تحية عزنا يا وطننا والله يدوم عز الوطن دائما وأبدا. ما هو الاستعراض القادم بالمشاورة مع الزهران الأستاذ إبراهيم ليقدموا الجديد والمفيد والممتع؟ بابا الله يحفظ لنا آباءنا وأمهاتنا أيضا. قولوا آمين ويرحم من توفى منهم يدخلون في جنات النعيم. قولوا آمين. الأب هو الحضن الدافئ للعائلة. الأب هو التاج رأس العائلة. الأب له أفضال كثيرة كما للأم فضل. أيضا الأب له فضل من الأناشيد التوعوية والهادفة والتي يشارك فيها زهرات أطفال ومواهب. أباءنا تعبوا من أجلنا. أباءنا قدموا من أجلنا الكثير. أباءنا يشقون من أجلنا للقمة العيش. أباءنا لهم مهن شريفة وكل مهنة لها طبعا شقة وتعب. ولكن هل هي أنشودة أبي أم غيرها يا أستاذ إبراهيم؟ طبعا هذه نشيد الأب. أب يعيش مع أولاده في بيت واحد. جميل. ويحصل بينهم طبعا أكيد في كل بيت يحصل بينهم هذه كسرة أيبادة هذه شالت المشط هذه مشاكل الأطفال في البيت مع الأب والأب كيف يحلها. إذن طبعا أنا راحت أنشود أبي لكن هي أنشود أيضا مقاربة ولكن تحكي سكتش معين جميل ومعه الزهرات. إذن نترككم مع هذه الأنشودة الجميلة والرائعة يا بابا.
جاتني كسرت أيبادي، انظر شاشته مكسورة وأنا يا بابا مكهورة، يا بابا أختي فطومة ضربتني كسرت أيبادي، انظر شاشته مكسورة وأنا يا بابا مكهورة. اسمعني يا بابا انصفني يا بابا، أين فطوم أين فطومة؟ يا بابا اسمعني يا بابي وسومة فتحت دولابي، يا بابا اسمعني يا بابي وسومة فتحت دولابي، طرحت في الأرض فساتيني ورمت أغراضي وثيابي، ورمت أغراضي وثيابي. اسمعني يا بابا انصفني يا بابا، يلا فوق كله كله معانا فوق، أقوى أقوى يلا حلو. بابا يا بابا يا غالي، جوري جوري تشغل بالي، جئت أراجع وأذاكر تزعجني بالصوت العالي. بابا يا بابا يا غالي، جوري جوري تشغل بالي، جئت أراجع وأذاكر تزعجني بالصوت العالي. اسمعني يا بابا انصفني يا بابا، جوري جوري تعالي يا جوري، انظر ماذا فعلت أختي كسرت يا بابا مسطرتي، انظر ماذا فعلت أختي كسرت يا بابا مسطرتي، حبست بكتابي والدفتر، ماذا ستقول معلمتي، ماذا ستقول معلمتي. اسمعني يا بابا انصفني يا بابا، يكفي يكفي يا زهراتي أنتن ضيائي وحياتي، يكفي يكفي يا زهراتي أنتن ضيائي وحياتي، هذه تشكي وهذه تشكي وأنا من يسمع شكواتي، هذه تشكي وهذه تشكي وأنا من يسمع شكواتي. أرجو أن نبتسم الآن وجميعا ننسى ما كان، نور بالحب أيا بيتي وأمر بالسعد بنياتي، أرجو أن نبتسم الآن وجميعا ننسى ما كان، نور بالحب أيا بيتي وأمر بالسعد بنياتي، وأمر بالسعد بنياتي، وأمر بالسعد بنياتي، وأمر بالسعد بنياتي. نسمع أقوى تحية للبنات وين الأستاذ إبراهيم أبو جبل على هذه الأنشودة الجميلة والرائعة. إذن تقبلوا التحيات طبعا زهرة أطفال ومواهب، كان هذا آخر عرض لنا بعون الله تعالى وبتوفيقه، نشكر كل القائمين على هذا المهرجان، نشكركم أنتم جمهورنا الأعزاء اللي حضرتوا من أجل القناة من أجل فريق أطفال ومواهب، كنا سعداء بكم. فعاليات المهرجان ما زالت مستمرة ومتواصلة دائما وأبدا هنا في هذا المهرجان، مهرجان محافظة بالقرن، لديهم نجوم واستضافات أخرى، والكلمة لدى الأستاذ يحيى. أسعد الله مساء الجميع وأهلا وسهلا بكم في مهرجان محافظة بالقرن للتسوق والترفيه. شكرا شكرا من الأعماق للحضور الجميع، أهلا وسهلا بكم في أي زمن، يوميا من الساعة الرابعة حتى الساعة الواحدة ليلا. شكرا لقناة وكل مشاغلين أطفال ومواهب بقيادة الأستاذ إبراهيم أبو جبل وجميع الطاقم الذين يعملون دؤوبين جدا لإسعاد الجميع، شكرا لهم من القلب، شكرا لكل الزهارات، شكرا لكم أيها الجمهور الذين أتحفتونا بتواجدكم معنا، شكرا من القلب واهلا وسهلا بكم. أكرر الترحيب لك استاذ يحيى ولجميع مسؤولي المهرجان والجميع ايضا المحافظه وايضا اللي شاركونا سواء من حراس الامن او من الدوريات الامنيه اللي شرفنا، وايضا من الاهالي والاباء اللي حبوا يسعدوا اطفالهم الصغار. ان شاء الله يتجدد اللقاء بكم، هناك جلسات تصوير مع الزهرات حتكون ان شاء الله اخر العرض ان شاء الله، الان حتكون حوالي 10 دقائق قبل ان يغادر الزهرات اللي فاتوا التصوير من اخر بوابه، كما نذكر ايضا بعطر خديجه وزيت الجوري لدى البوابه الاولى. اذا لا نقول وداعا ولكن الى وداع يعقبه لقاء بكم انتم جمهورنا الاعزاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا نسمع اقوى تحيه، اعطوني تحيه قويه لزهرات اطفال ومواهب ولطاقمها
تقبلوا تحيات طاقم العمل، عمل أطفال ومواهب، من الإخراج الأستاذ سليمان أكوجان، من هندسة الإضاءة محمد صلاح وأمجد، ومن هندسة الصوت بكر، ومن التصوير أحمد الشنيني ومحمد الشنيني وسمير عقيل، وكذلك أيضا من التنسيق أكرم السيد، ومن محدثيكم ومن التقديم أحمد الصباغ، ومحدثكم سليمان القرشي، وكذلك أيضا كل من يعمل صغير وكبير من أجل إنجاح هذه القناة. الشكر لكم أنتم جمهورنا الكريم على حضوركم واستماعكم معنا، يعطيكم ألف ألف عافية. مع الأحباب والأصحاب يحلو اللقاء، لنا معكم في مناسبات قادمة لقاء، فإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أترككم على الأستاذ يحيى في كلمة. بحول الله سبحانه وتعالى سيكون لنا لقاء مع أطفال ومواهب إن شاء الله خلال هذا الصيف مرة أخرى حسب جدولهم بإذن الله. وعد أستاذ إبراهيم، وعد إن شاء الله بإذن الله حسب جدولهم سيكون لنا لقاء معهم في هذا الصيف. إذن هذه بشرى للجمهور الكريم بإن شاء الله استضافة أخرى لنجوم قناة أطفال ومواهب في هذا المهرجان. يعطيكم العافية.